إلى أين يمضي اليمنيون؟ وماذا تخبئ لهم الأيام أكثر من الكوليرا؟ حرب وجوع وأوبئة فتاكة، من المسؤول عن كل هذا؟ جاتنا حرب ومشاكل وجاتنا الأمراض هذه اللي جات الخلق. الله أكبر عليكم وعلى من جابكم مسؤولين في الدولة. عشرات المصابين يوميا في محافظة الجوف صغارا وكبارا، يفتك وباء الكوليرا بأمعائهم الخاوية، فمنهم من يقضي نحبه في الطريق ومنهم من يصل إلى هنا في مستشفى الجوف العام. قالوا من هذا المرض الجديد. والآن كيف صحتك؟ دحين عادني على ماني وجع، أحس وجع بالوجع زيادة. يهدد وباء الكوليرا حياة المئات من المواطنين في الجوف ما لم يوضع حد لانتشاره، حيث وصل عدد المصابين وفقا لمكتب الصحة بالمحافظة إلى أكثر من 2000 حالة إصابة واشتباه وثمان حالات وفاة خلال شهر مارس الماضي، وهو ما يضاعف قلق السكان من تزايد انتشار الوباء. عدد المصابين حاليا في محافظة الجوف 2253 حالة، منها 280 حالة مؤكدة. وصل عدد الوفيات إلى 8 حالات. يتم تقديم كافة الخدمات الطبية لهؤلاء المصابين مجانا في المستشفى. نعاني حاليا من بعض النقص في الأماكن وغرف العزل الخاصة بالمرضى نتيجة لصغر المستشفى، ونحتاج إلى دعم الجهات المعنية بهذا الخصوص. عندما تصبح الكوليرا حائلا بين هذه الأجساد المتعبة والحياة في جولة لعلك لن تكون الأولى التي ينتشر فيها الوباء منذ اندلاع الحرب قبل 4 أعوام، لكنك مأساة اليمنيين المستمرة التي يغرقون في تداعياتها كل يوم بعيدا عن اهتمام السلطات الشرعية وتحركات المنظمات الدولية والهيئات العاملة في الجانب الإنساني. قتل وجوع وكوليرا الثلاثي الأخطر في اليمن، وهكذا تتنوع حالة الموت في زمن الحرب. وبين هذه الخيارات الثلاثة الأكثر فتكا ينتظر هؤلاء يد العون لإنقاذهم من خطر ناجز يهدد حياتهم. على الجراد قناة بلقيس الجوف.